طيب نيجي بقى للسنه، زي ما حضراتكم لو تفتكروا كنت جبت لكم اول السنه خالص، قلت لكم سنه 24 دي هتكون سنه الانتخابات، يعني في حاجات ابتدت تبان وفي حاجات لسه شويه. وزاره الخارجيه الايرانيه اعلنت فوز المعتدل مسعود بازشكيان رسميا في الجوله الثانيه من الانتخابات الرئاسيه بعد تغلبه على خصمه المتشدد جليلي في جوله الاعاده. نسبة المشاركة كانت 49.8%. مسعود هو طبيب جراح من أصول آذرية، ولد في 29 سبتمبر 1954، وفي أول تصريح له وظهور له يوم السبت قال أنه سيمد يد الصداقة للجميع، نحن جميعا شعب هذا البلد وعلينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدمه. خليني أشوف معاكم هو مين مسعود بازشكيان اللي بقى دلوقتي رئيس إيران، مفترض إنه مختلف عن اللي موجودين، كان مع أو يعني مع إن الستات تاخد فرصتها وتاخد وضعها. طيب نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام، تفضل. مسعود بازشكيان مرشح إصلاحي حرم من خوض الانتخابات الرئاسية في إيران قبل 3 أعوام، ولد في 29 سبتمبر عام 1954 في مدينة مهابات شمال شرق إيران، وفي عام 1993. طيب هنكمل كلامنا في إيران بس ناخد كراس لأنه بيكلمنا من مصر. هلو، مساء الخير كراس، ازيك؟ هلو، اهلا يا كراس. يا حبيبي انت صاحي لحد دلوقتي ازاي كده؟ بحب اتفرج على البرنامج. حبيبي ميرسي. بتكلمنا منين يا كراس؟ من مصر. منين؟ من القاهره. حبيبي اهلا بيك واهلا بشعب مصر كله. عايز تجاوب عايز تجاوب السؤال؟ اتفضل يا بابا. القديس لوقا كان رسام وشغل طبيب وكتب اصحاح اعمال الرسل ورسم صورة مرة. حبيبي الله يا عندك كم سنة حبيبي؟ 9. اوه باسم الصليب تمسك الخشب يعني. حبيبي برافو يا بابا. برافو عليك حبيبي، برافو عليك، ربنا يباركك ويحافظ عليك. تابعنا باستمرار يا كراس. وانا بحبكم قوي وكل مرة بتفرج عليك. بجد؟ طب كويس، بتصل بينا برضو. كيك يا حبيبي. طيب اصل دي كمان اول مره وانا كل مره هحاول اتصل بيك. طب يا حبيبي معلش حبيب. الوقت متاخر عليك شويه بس معلش انت في اجازه دلوقتي. طيب طيب يا حبيبي شكرا يا كراس. يلا يسوع معاك. ميرسي يا حبيبي. خلاص ميرسي. سلام يا بابا. الجمال ده الجمال ده. سكر سكر. نرجع نكمل اخبارنا ل إيران، لكن أول توجيه من خوميني للرئيس الإيراني للمنتخب هو السير على نهج سلفه إبراهيم رئيسي. هل ده هيتم ولا هنشوف إيران تانية؟ لأن زي ما حضراتكم عارفين إن صلاحيات الرئيس في إيران محدودة وبيحتاج موافقة المرشد الأعلى لتنفيذ أي قرار. المعادلة صعبة وقدامك مسؤولية كبيرة وقدامك يعني موقف ما اعرفش اذا كنت هتعرف تتجاوزه ولا لا، هيبان. بس خليني اشوف مع حضراتكم فيديو كده عن ايران مش من بعيد، من حاجه و70، نشوفه سوا. شعوب كانت جميلة وأصابها السوس زي ما حضراتكم شايفين. صحيح. يعني خسارة خسارة. نتمنى لكم كل الخير.